السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. درس اليوم سوف نتناول فيه الضمائر بأنواعها، ولكن قبل شرح الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتناول الضمائر بأنواعها وصورها المختلفة. الضمير هو اسم معرفة بيدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وبيستخدم بدلا من الاسم، يعني بنستخدمه بدلا ما نذكر الاسم المرتبط به اختصارا للكلام. أنواع الضمائر: عندي ضمائر بارزة وضمائر مستترة. الضمائر البارزة لها صورتان، منفصلة ومتصلة. المنفصلة هي ضمائر المتكلم مثل أنا ونحن، وضمائر مخاطب مثل أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، أو غائب هو هي هما هم هن. أما المتصلة فتتصل بالاسم والفعل والحرف. تتصل بالاسم مثل وطننا، وبالفعل مثل ذهبت، وحرف مثل لنا. أما الضمائر المستترة ليس لها صورة في اللفظ، مش موجودة أمامي في الجملة، ولكن بيتم تقديرها، مثل للمتكلم أنا ونحن، وللمخاطب أنت، وللغائب هو وهي. نبدأ أولا بالضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة تكتب مستقلة عن غيرها من الكلمات وغير متصلة بغيرها، يعني الكلمة تكتب لوحدها مش متصلة بأي كلمة تاني. غالبا بتكون في محل رفع مبتدأ. عندي مجموعة من الأمثلة: أنا ونحن دي ضمائر متكلم، أنا مصري، أنا مصرية، نحن مصريان، نحن مصريتان، نحن مصريون، نحن مصريات. ضمير منفصل متكلم. ضمائر مخاطب منفصلة أيضا: أنت مصري، أنت مصرية، أنتما مصريان، أنتما مصريتان، أنتم مصريون، أنتن مصريات. ضمائر منفصلة للغائب: هو مصري، هي مصرية، هما مصريان، هما مصريتان، هم مصريون، هن مصريات. الضمائر اللي موجودة عندي سواء كانت متكلم أو مخاطب أو غائب، موقعها الإعرابي ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. الضمائر المنفصلة كما ذكرنا فهي تندرج تحت الضمائر البارزة، ضمائر ظاهرة موجودة أمامي. في نوع آخر بيسمى الضمائر المستترة، بيتم تقديره، لا تظهر في النطق ولا في الكتابة لكن بتفهم من معنى الكلام. تقدر دائما، الضمير المستتر دائما يأتي بعد الفعل ولا تكون إلا للرفع، بتكون في محل رفع. مثلا أكتب الواجب، من الذي يكتب؟ أكتب أنا، فالضمير المستتر هنا تقديره أنا، وأنا دلالته ضمير متكلم. موقع الإعرابي ضمير مستتر فاعل. نعرف حقوق الجار، نعرف نحن حقوق الجار، الضمير المستتر تقديره هنا نحن، أيضا فاعل. اجتهد في دروسك، اجتهد أنت في دروسك، ضمير مخاطب مستتر فاعل أيضا. مجموعة أخرى من الأمثلة: المصري يفدي وطنه، يفدي هو وطنه. الطالب نجح، نجح هو. الجندي ظل ساهرا، ظل هو. هنا الضمير مستتر في محل فاعل، أما ظل ساهرا ضمير مستتر اسم ظل، اسم ظل، واسم ظل بيكون مرفوع لأنها من أخوات كان. الطالبة تذاكر بجد، تذاكر هي بجد. الطالبة تفوقت، تفوقت هي. ضمائر غائب ضمير مستتر فاعل. ننتقل إلى أنشطة الكتاب المدرسي لنتعرف على الضمائر المتصلة والمنفصلة. نشاط 1: لاحظ الضمائر البارزة والمستترة ثم تذكر أنواع الضمائر من خلال الأمثلة. عندي المجموعة الأولى: أنا لاعب كرة قدم، أنت مهتم بالرياضة، هو يقرأ تاريخ الرياضة،
أنتم محبون للفوز، الضمائر البارزة المنفصلة هنا باللون الأحمر. المجموعة الثانية، لعبنا كرة القدم، كرمني المدرب بعد المباراة، المعلم شرحه بسيط، اشترى زميلك هدية. الضمائر هنا متصلة باللون الأحمر. المجموعة الثالثة، ضمائر مستترة، ألعب مع الآخرين، ألعب أنا مع الآخرين. 2، لا تكن فظا في اللعب، لا تكن أنت. اللاعب أحرز هدف الفوز، أحرز هو. الطبيبة عالجت المرضى، عالجت هي. في المجموعة الأولى جاءت الضمائر لها صورة في اللفظ، إذن فهي ضمائر بارزة ولا مستترة؟ بارزة. الضمائر أنا وأنت وهو وأنتم جاءت مستقلة في اللفظ، إذن فهي ضمائر منفصلة. في المجموعة الثانية جاءت الضمائر لها صورة في اللفظ، إذن فهي ضمائر بارزة موجودة أمامي. الضمائر ناء المتكلم وهاء الغيبة وكاف الخطاب جاءت مستقلة في اللفظ، لم تأتي مستقلة في اللفظ. المجموعة باء جاءت متصلة باللفظ، إذن فهي ضمائر متصلة. هنا خطأ في الكتاب المدرسي. في المجموعة الثالثة جاءت الجمل الفعلية الفاعل بها، الجمل الفعلية كان الفاعل، المجموعة الثالثة كان الفاعل مستتر. الفاعل تقديره في المثال 1 أنا، وفي المثال 2 أنت، وفي المثال 3 هو، وفي المثال 4 تقديره هي. إذن الفاعل المستتر يكون ضميرا مقدرا ولا اسما مقدرا؟ ضميرا مقدرا. من خلال الأمثلة السابقة نستنتج أن الضمائر هي ما له صورة في اللفظ ويسمى الضمير البارز، وهو نوعان، منفصل ومتصل. 2، ما ليس له صورة في اللفظ ويسمى الضمير المستتر. نستنتج أن الضمير هو اسم معرفة بيدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وهو بارز ومستتر. الضمير البارز هو ما له صورة في اللفظ، وهو نوعان، بارز منفصل وبارز متصل. 2، الضمير المستتر هو ما ليس له صورة في اللفظ ويكون تقديره أنا أو نحن أو هو أو هي أو أنت. نشاط باء، حدد الضمير أو قدره في الأمثلة الآتية ثم اذكر نوعه. أنتم مستقبل الأمة، الضمير أنتم، نوعه بارز منفصل مخاطب. 2، ناقشنا المشكلات لوضع حل لها، ناقشنا ناء المتكلم، بارز متصل متكلم. نشاط جيم، لاحظ الضمير في الأمثلة الآتية ثم أجب عما يلي. أنا أمارس الرياضة، أنت تتمتع بأخلاق رياضية، هو حقق المركز الأول. عندي 3 جمل. السؤال الأول، الضمائر في الأمثلة هي الضمير أنا وهو يدل على المتكلم، والضمير أنت وهو يدل على المخاطب، والضمير هو وهو يدل على الغائب. جاءت الضمائر لها صورة في اللفظ، إذن فهي ضمائر بارزة ولا مستترة؟ بارزة. الضمير أنا وأنت وهو جاء مستقلا بذاته، غير متصل بغيره، يعني مش متصل بكلمة، فهو ضمير منفصل ولا متصل؟ منفصل. 4، كل الضمائر وقعت في الأمثلة محل المبتدأ ولا الفاعل ولا الخبر؟ في أول الكلام في محل المبتدأ. إذن فالضمير هو ضمير رفع ولا نصب ولا جر؟ المبتدأ يبقى ضمير رفع. نستنتج أن الضمير البارز المنفصل هو ما له صورة في اللفظ ويأتي مستقلا بذاته، غير متصل بغيره، مش متصل بأي كلمة. ضمائر الرفع البارزة تدل على التكلم، أنا ونحن، أو تدل على الخطاب، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، أو الغيبة، هو وهي، هما هم هن. ضمير الرفع المنفصل البارز يكون غالبا في محل رفع، لأنه بيكون في محل رفع مبتدأ غالبا.
نشاط دال، ضع خطا تحت الضمير ثم اذكر نوعه ودلالته. الرياضة هي الوسيلة الأولى للحفاظ على الصحة. الضمير هنا فين؟ هي نوع والدلالة بارز منفصل غائب. 2- نحن لاعبان متنافسان. الضمير نحن نوع ودلالته بارز منفصل متكلم. 3- أنت أم مثالية. الضمير أنت بارز منفصل مخاطب. 4- كرة القدم هي الأكثر شعبية. هي نوع بارز منفصل غائب. نشاطها أكمل بضمير رفع مناسب ثم اذكر محله الإعرابي في الجملة. الكتب هي مصدر المعرفة الأول، محل الإعراب في محل رفع لأنها مبتدأ ثاني. 2- أنت متعاون مع غيرك في محل رفع مبتدأ. قال المعلم لطلابه أنتم تحبون العلم أيضا في محل رفع مبتدأ. 4- هو أحرز أهدافا كثيرة في محل رفع مبتدأ. الهمزة على الألف. الأمثلة: أحمد يحب القراءة في الصباح. تحب إيمان كتابة المقالات. رأس الجبل مغطى بالثلوج. الطلاب يسألون المعلم عن الدرس. قرأ أحمد الكتاب في يوم واحد. القاعدة هنا بتقول إيه؟ في أول الكلمة تكتب الهمزة في أول الكلمة وتظهر دائما. تكون أعلى الألف، بترسم الهمزة على الألف إذا كانت الهمزة مضمومة أو مفتوحة. يعني الهمزة لو مضمومة أو مفتوحة بترسم على الألف. وتكون تحت الألف، بنرسم الهمزة تحت الألف إذا كانت الهمزة مكسورة مثل إيمان. في وسط الكلمة، لو الألف في وسط الكلمة بتكتب الهمزة على الألف إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح أو ساكن. لو الهمزة مفتوحة أو ما قبلها حرف مفتوح أو ساكن ترسم أيضا على الألف. في آخر الكلمة تكتب الهمزة على الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا. لو الحركة اللي قبلها فتح الحرف الموجود قبلها مفتوح ترسم على الألف. نجيب عن الأسئلة. أكمل: أحمد هنا الهمزة كتبت في أول الكلمة على الألف ليه؟ لأنها مفتوحة، لأن الهمزة مفتوحة. إيمان في هذه الكلمة الهمزة كتبت في أول الكلمة تحت الألف ليه؟ لأنها مكسورة. 3- رأس الهمزة هنا جاءت على الألف لأنها ساكنة، الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح. 4- يسألون الهمزة هنا جاءت فوق الألف ليه؟ لأنها مفتوحة وما قبلها ساكن، السين ساكنة والهمزة مفتوحة رسمت على الألف. 5- قرأ كتبت الهمزة في آخر الكلمة على الألف لأن ما قبلها مفتوح. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح الدرس وحل تدريبات الكتاب المدرسي الخاصة بالدرس بالكامل. انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله.